كنت إمام ومؤذن بسوريا، كان عندي حلقات تدريس يعني، مو بس هون يعني. الأحداث يوم اجت الطيارات تضرب علينا وكذا، فهزمنا مع الناس يعني، فلينا من سوريا. جيت لهون لقيت الشيخ تبعي نفسه هون، عرفت؟ فرجع كمان ساعدني وحطني بجامعة، صرت مؤذن وإمام هون بالمسجد هون. أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان على الهدى، بسم الله الرحمن الرحيم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا. بالنسبة للاجئين السوريين التقدم نقدم تحفيظ القرآن للطلاب إناث وذكور من الست سنوات خمس سنوات لحتى الثانية عشر من العمر، وطلاب المعهد هو معهد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من ال 17 ل 18 سنة حتى ال 50 سنة نخرج دعاة وخطباء إن شاء الله عم نهيئهم هذا الخطباء إلى سوريا. شهر رمضان عشناه بسوريا، كنا كل عند وقت الإفطار يبلشوننا قصف بالقذائف يوميا عند الإفطار، بس أول قذيفة نقول هاي قذيفة إفطار مدفع، هذا ضرب مدفع الإفطار. طبعا نكون حاطين الإفطار نهج إحنا وأولادنا، في عندنا جيران نهج عليهم لأنه عندهم طابق ثاني، الطابق الثاني ما بتأثر فيه قذائف الهاون. آخر شيء صاروا يضربونا بالصواريخ، صرنا نلجأ للمدارس وضربوا المدارس وإحنا فيها. رمضان هون عبارة بس إنه صح شح الأكل علينا، ما فيش مواد دسمة، ما فيش أي شيء من اللحومات، ولكن عبارة عن هدوء بس. طبعاً هاي طبختنا اليوم مجددة، ويا صحن الصلاة اللي سويته يا بني.